أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من الصحافة. اليوم نتناول فيها بالقراءة والتحليل مجموعة من أهم العناوين والأخبار الصادرة في العدد الجديد لمجلة الأهالي، ويسعدنا أن يصحبنا في هذه الحلقة للتعليق وتحليل ما يرد معنا من أخبار الأستاذ ثروت شلبي الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الأهالي. أستاذ ثروت أهلا بك معنا. أهلا بك أستاذ المشاهدين وحشونا. أهلا بحضركم معنا النهاردة. مجموعة متنوعة من الأخبار في العدد الجديد لجريدة الأهالي. أستاذ ثروت أبدأ معك من الخبر الأبرز والأهم، وهو زيارة الرئيس إلى ألمانيا، حيث نطالع في الصفحة الثانية: السيسي في ألمانيا يتحدى ظروف المرحلة الصعبة. أستاذ ثروت، ما هي أبرز الملفات التي سوف يتم تناولها في هذه الزيارة؟ هذا التقرير كتبه زميلنا الأستاذ أحمد سيد حسن، نائب رئيس تحرير الأهالي ومتخصص في الشؤون الخارجية. بالفعل السيد الرئيس وصل الآن إلى برلين، ووسط استقبال شعبي مصري من المصريين المقيمين في ألمانيا وأوروبا حول محل إقامته، سيبدأ غدا جدول أعمال الزيارة بلقاء الرئيس الألماني، ثم مستشارة الألمانية ميركل، ثم يحضر اجتماع لجنة رجال الأعمال للجلسة الختامية لرجال الأعمال المصريين والألمان، والتوقيع على بعض الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في مارس القادم. أهمية هذه الزيارة أن ألمانيا هي أكبر دولة أوروبية وأغنى دولة أوروبية ولها ثقلها الأوروبي، وكان هناك تأثير إخواني في تغيير توجهها السياسي عقب نجاح ثورة 30 يونيو وإبعاد الإخوان عن سدة الحكم وخروج الشارع أو الثورة الشعبية الثانية، والتي انتهت أسفرت عن اعتلاء الرئيس السابق للجمهورية المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية. نظرا لوجود أكثر من 5 مليون تركي في ألمانيا، فعاملين شعبية وجالية هناك، فأثروا على الكلام ده، وهذا الكلام دفع رئيس البرلمان البوندستاج رئيس البرلمان الألماني أنه يطلب تصريح مغلوط وكاذب بأنه لن يقابل السيد الرئيس السيسي، رغم أن مصر إبان وضع الأجندة للزيارة لم يكن مدرجا على مقابلتها، ورغم أن رئيس الكتلة البرلمانية في داخل البرلمان الأغلبية، وإحنا عارفين أن رئيس البرلمان ده غير منتخب ولكن بيختار الأكبر سنا يعني، لكن رئيس الأغلبية من الحزب المسيحي الألماني أعلن ترحيب الألمان والشعب والبرلمان الألماني بالرئيس. الحقيقة يعني هي زيارة مهمة لدعم في اتفاقيات مع شركة سيمنز بحوالي 12 مليار وقعت، مع شركة مرسيدس كان أعلن أن إغلاق مركز تجميع فيها، في مجموعات كثيرة حيساهموا في حل الطاقة. لكن الحقيقة من المآخذ على الزيارة أنه أحد الإعلاميين المحكوم عليه بحكمين قضائيين بإدانته بالسب والقذف في المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور أسامة الغزالي حرب بالسجن وحكم استئنافي. أنا يعني الرأي العام بيتساءل كيف يسمح له أن يكون ضمن الوفد الرئيس وهو محكوم عليه، كيف خرج من المطار وهو مدرس. لكن دي المأخذ على الزيارة، لكن زيارة الرئيس زيارة داعمة للاستقرار واستعادة هيبة مصر وقوتها، وأنا أعتقد أنه هتكلل بالنجاح وسيتضخ استثمارات ألمانية كثيفة وكثيرة في كافة المناحي، خاصة في الطاقة الكهربائية والمعدات والتصنيع، وسوف تكون ذخرا ودعما لعودة مصر لقيادتها وهيبتها واستقلالها الاقتصادي.
بالطبع نتمنى كل الخير من هذه الزيارة. ننتقل معك أستاذ ثروت إلى خبر أيضا من الصفحة الأولى، ولكن يتحدث عن الحكم بإعدام الرئيس الأسبق مرسي. فنقرأ: مصادر قضائية تكشف للأهالي أسرار تأجيل الحكم بإعدام مرسي. أستاذ ثروت، حسب ما أعلنه المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، فإن مد النطق بالحكم في قضيتي التخابر والهروب من السجون إلى 16 يونيو المقبل جاء بهدف إتمام المداولة لتأخر وصول رأي المفتي الذي وصل صباح يوم المحاكمة. فهل لدى الجريدة من خلال هذا الملف أي معلومات أخرى حول تأجيل؟ والحقيقة الخبر تقرير أنا بصفة المحرر القضائي المتخصص في الجريدة، معلوماتي حتى مساء يوم الاثنين لم يصل، وبالفعل طلعت معلومات مضبوطة، معلومات من مصدر قضائي داخل هيئة المحكمة، أن التقرير لم يصل لهيئة المحكمة. فأنا كتبت هذا الخبر لاستباق من يوم الأول امبارح الاثنين، ومتوقع 100% أنه هيحدث، أنه يحصل مد لأجل الحكم نظرا لعدم ورود الرأي الشرعي لفضيلة المفتي في القضيتين المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي. والمحكمة كانت في جلسة سابقة في 5 مايو كانت أحالت 123 متهما في القضيتين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه. المعروف وفقا لقانون الإجراءات الجنائية أن رأي المفتي رأي استشاري غير ملزم للمحكمة، إلا أن المحكمة ارتأت اليوم أيضا ضرورة أخذ فرصتها في إتمام المداولة. وكلمة إتمام المداولة معناها أن المحكمة لم تكون عقيدتها بعد في الحكم، وعلى ضوء هذا الرأي الشرعي ستتم مراجعة الأحكام مرة أخرى أو ما تولد في عقيدة المحكمة. قد تعدل المحكمة على ضوء هذا الحكم ما حدث في بعض المحاكم من عقوبة الإعدام لبعض الأشخاص، وقد تستمر، والجلسة المحددة في 16 يونيو. إذن حتى الآن هذا الحكم بالإعدام ليس نهائيا؟ ما فيش حكم يا أستاذ. الحكم الأولاني ده قرار، ما فيش حكم. الحكم سوف يصدر في الجلسة المحددة يوم 16 يونيو، هذا قرار. والمحكمة عندما أحالت اتخذت قرار بإحالة أوراق المحكوم عليه المتهمين إلى فضيلة المفتي كان قرارا وليس حكما. الحكم تبدأ سيرورته من نطق بالحكم بالإدانة من المحكمة حتى اللحظة هذه اللحظة، وحتى يوم 16 لم تصدر المحكمة حكمها. إذا صدر الحكم سوف يترتب عليه إجراءات كسر، منها ارتداء المحكوم عليهم زي الأحمر الإعدام، وفي مقدمته مرسي، وتبقى ليلة حمراء ورمضان أحمر في 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 شهر رمضان. والنهاردة مرسي الحقيقة أنا لما شفت الجلسة أنا بتحفظ في البث المباشر للتلفزيونات أو التلفزيون المصري، لأنهم هم بيدوا الشفرات. النهاردة دخل عامل زي إمبريال عبد العال، داخل رفع إيديه وبالتيشيرت كأنه نوع من التحدي للدولة وتصفيق وتحية. وفكرنا بالمشهد الهزلي اللي عمله لما راح يحلف اليمين في ميدان التحرير وانا مش لابس قميص واستعرض. في الحقيقة تصرفات صبيانية وعبثية من شخص كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، ثم هتفوا بسقوط العسكر. ونحن لا يحكمنا عسكر، احنا حكم بحكم بإرادة الشعب. اذا كان هو نجح ب 51% ومشكوك فيها، السيسي جاب 96 بإرادة شعبية وبأصوات أعلى منه. طبعا. النهاردة الحكم الحقيقة بصفتي محلل قضائي متخصص وعتيق ومحلل سياسي أيضا، الفضائيات الأجنبية عايز ألفت نظر كانت بتحاول تربط ما بين القرار المحكمة وزيارة الرئيس السيسي على أساس تسييس طلم. القضاء المصري قضاء مستقل وقضاء نزيه ولا تصدر إليه التعليمات، وهذا اللي أكده لي المستشار شعبان الشامي يوم الأربعاء قبل الماضي أثناء مقابلته لي في عزاء القضاء المستشارين، بدليل أن المحكمة لو لديها موائمة سياسية مثلما يحدث في بعض المحاكم زي مجلس الدولة والقضاء الإداري أو المحكمة الدستورية، وأن محكمة جنائية بحتة يا براءة يا إدانة، كان يمكن أن ترجئ تمد أجل الحكم إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان حتى لا يستثمره الإخوان المسلمين في القيام بتظاهرات ليلية عقب صلاة التراويح لتثوير الشارع
ضد النظام لو كانت هناك تعليمات. لكن واضح أن رئيس المحكمة جاد وحاد وناجز وعاوز يصدر الحكم قبل رمضان ب 48 ساعة بإدانة من يدينه وبراءة من يبرئه لينتهي من القضية ويوضح حيثياته. تمام. ما زلنا في الصفحة الأولى ونقرأ فيها المتحدث العسكري: قتلنا 141 إرهابيا وضبطنا 400 آخرين ودمرنا مخابئ وخنادق ومخازن للسلاح. نود أن نوضح معك أستاذ سرعت هذه الأرقام هي حصيلة عمليات الجيش في سيناء. ده في شهر مايو فقط. الحقيقة كيف تقيم جهود الدولة في مجال مكافحة الإرهاب؟ الحقيقة احنا في قناة النيل الأخبار كان مع رئيسها الدكتور علي مبارك، كنت بعد اندلاع الثورة، كان معنا الباحث يسر العزباوي، أعلنت أنت قلت بعد الثورة سوف تتحول سيناء إلى بؤرة طائفة، بؤرة إرهابية، وأنها خارج نطاق السيطرة الأمنية. الحقيقة السيد الرئيس سيسي التفت لذلك بأنه عين اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثاني مسؤولا عن ملف سيناء، على أساس أنه كان من أخطر المسائل في التمدد الإرهابي أنه جبل الحلال كان ملتقى للمشمسين اللي هم مبعدين أو تم إقصائهم من قبائلهم ومطرودين وليست لهم حماية، إضافة إليهم الإرهابيين اللي فروا من الجماعات الإخوانية من الصعيد بين ضغط النظام، بالإضافة إلى الجنائيين. هؤلاء جميعهم توحدوا في جبل الحلال وأصبحوا بؤرة، بالإضافة إلى المتسللين من غزة، والحدود كانت مفتوحة والأنفاق وكل يوم تدمير أنفاق. لكن الحقيقة وعدم التوحد أو التنسيق الأمني، احنا عارفين في أكثر من جهاز أمني، أجهزة تابعة للجيش زي المخابرات الحربية وحرس الحدود وبحث الجنائي تبع الداخلية والأمن الوطني أو أمن الدولة السابق. الحقيقة ما كانش فيه تنسيق بينهم ولا بين أعوانهم المرشدين بتاعهم، وده كان حذر منه ليا في لقاءات وحوارات نشرتها اللواء منير شاش، ولذلك تنبه ليها الرئيس السيسي بخبراته كقائد مخابرات حربية إلى هذه نقطة الضعف فوحد التنسيق. الحقيقة هم بيحاولوا يضغطوا الحكم السابق، والرئيس الخائن اللي بيحاكم الآن بالتجسس والتخابر والهروب كان مد وعد لحماس والإسرائيل بأنه يسيب لهم سيناء مقابل الزحزحه يوسع على إخواننا بتوع، وده كشف في أوراق ووثائق، ويمنحوا مصر جزء من صحراء النقب المتأخمة حدودها مع طابة. لكن مصر اللي دفعت عشان كيلو الحقيقة أيام الرئيس السابق مبارك عن طابة عشان كيلو لن تفرط في رملة. أرض سيناء مخضبة بدماء الشهداء وأخرهم القضاة الذين استشهدوا واستهدفوهم، وشفنا أكثر من حادث، المستشار معتز خفاجة، المستشار حسين أنجيل بتاع محاكمة مبارك، ومستمرين نحن في حرب استنزاف مفتوحة سوف تحسمها القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة وعلى رأسها المخابرات العربية، المخابرات العامة والحربية، بالوصول إلى اكتساس هذه العناصر وإبادتهم وجهود القوات المسلحة بكل آلياتها الحقيقة. والتجاوزت يعني لمعلومات حضرتك والمشاهدين أن مصر خرقت اتفاقية كامب ديفيد، منطقة جئية من المفروض أن محظور فيها التسلح، لكن بتضربهم في عمق وبتصفيهم، ورغم ذلك بيحدث منهم حركات غدر وخيانة، حتى بيقتلوا مواطنيهم وأطفالهم ونسائهم اللي هم الثانويات بتهمة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإرشاد عنها. تمام. ننتقل معك أستاذ ثروت إلى ملف آخر وهو ملف الانتخابات البرلمانية، فنقرأ من الصفحة الأولى أيضا هذا المنشط: بعد إحالته إلى لجنة الهنيدي، مشروع الأحزاب الموحد مهدد بالرفض أو التجاهل. أستاذ ثروت، هل تتوقع أن تتفق الأحزاب على مبادرة الرئيس السيسي بإنشاء قائمة موحدة لخوض الانتخابات بالرغم من اختلاف برامج بعضها عن البعض الآخر؟ ما مدى استعداد الأحزاب على أرض الواقع لتنفيذ هذه المبادرة؟ اللجنة الفاشلة بتاعت إعداد المشروعات الثلاثية بتاعت الانتخابات اللي هي قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر ومباشر الحقوق السياسية، الحقيقة احنا طلبنا في هذا البرنامج كرارا وتكرارا بحلها والتي يترأسها الوزير هنيدي، وتشكيل لجنة
دي لجنة فنية بحتة نظرية، المفروض يبقى فيه خبراء، ولدينا خبراء في القضاء وفي القانون وفقهاء، يعني لدينا المستشار ماهر سامي كان نائب رئيس المحكمة الدستورية، المستشارين ورؤساء محاكم دستورية كسر فاروق سلطان وآخرين وماهر البحيري موجودين على قيد الحياة. طلبنا دعوة بسيطة للسيد الرئيس عشان دسترة القوانين أو المرور بالمسطرة الدستورية على القوانين عشان ما يبقاش فيها عوار، يشكل كما كان ما فعل الرئيس جمال عبد الناصر هيئة استشارية من هؤلاء ومحامين زي شوقي السيد وعصام الإسلامبولي وآخرين ونور فرحات، إن هم يكون لهم رؤية لأنهم دول ميدانيين في إعداد قانون لا يصاب بالعوار. إحنا النهاردة من ضمن المعوقات أو الاستغلال بتاع الإخوان إنه لم يتحقق الاستحقاق الثالث في خريطة الحياة، خريطة المستقبل اللي هو إجراء الانتخابات البرلمانية. والحقيقة العبء على السيد رئيس الجمهورية عبء ضخم. السيد رئيس الجمهورية النهاردة بيتدخل عشان يحل مشاكل حزب الوفد، بيتدخل عشان مش عارف مين عاوز يقابله ومين عامل، لدرجة انه فتح يعني بريد إلكتروني عشان يتلقى شكاوى الناس. والحقيقة يعني الأحزاب قدمت مشروع موازي للمشروع، لأنه اللجنة الإصلاح الدستوري دي ولا الإصلاح التشريعي لم تأخذ بالمشروع، ومجلس الدولة أعلن أنه ليس لديه مشروع آخر غير المشروع المحال إليه من مجلس الوزراء. الرئيس السيسي لما التقى الأسبوع الماضي برؤساء الأحزاب قالوا له تفضل حضرتك احنا عدينا جهد هوت عصف ذهني بمشروع القانون، نرجو أن يراجع ضمن المشروع. فالرئيس أحاله إلى مجلس الوزراء وأحاله للمصلحة الدستورية. الخبر اللي عايز أقوله الجديد أن الآن ونحن على الهواء رئيس الوزراء إبراهيم محلب مجتمع مع الوزير الهنيدي على أساس تنفيذ قرار الرئيس بالاستفادة واستثمار هذا المشروع لإخراج لدمجه مع مشروع الحكومي لخروج بمشروع كامل متكامل ليس فيه عوار حتى لا يصاب بالعوار الدستوري. والرئيس تعهد بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، نأمل أن يعني مصر فيها خبراء وفقهاء أن يتقدر، ده مش قضية يعني فنرجو أن نأمل أن هذا القانون يتم الإسراع به وإنجازه حتى تجرى الانتخابات، لأنه من المآخذ على النظام الحالي أو الدولة أنها، ودي اللي قاله رئيس البرلمان أنه حل برلمان وأن أعضاء مجلس النواب وصدور أحكام بالإعدام. بالطبع نتمنى أن تتحد الأحزاب ويتم إقرار في عوار في الدولة لو وجود المجلس الشعب يصدر التشريعات الموجودة بدل ويحمل العبء عن الرصيد الرئيس عشان يتفرغ للمهام الأمن القومي ووضع الاستراتيجية للدولة هيخفف منها. فنرجو أن، وخاصة أن هناك إرادة سياسية حقيقية بسرعة إجراء الانتخابات. تمام. فأحزاب المفروض حققت قائمة موحدة، يعني ده هما مش متفقين، ده الأزهر وشيخ الأزهر وزير الأوقاف مش متفقين على خطاب الديني، فالأحزاب هتتفق على إيه؟ هي الحقيقة كل واحد بيدور على مصالحه الشخصية. لو أن تم إعلاء المصلحة القومية، أن أزمة مصر ليست سياسية ولا اقتصادية، أزمة أخلاقية، أزمة ضمير وطني، لو خلصت النوايا، لكن احنا شايفين رجال أعمال بيعكوا عايزين يخشوا ياخدوا أغلبية عشان يشكلوا الحكومة ويستولوا على الحكم ونعود تاني. فالحقيقة يعني ربنا ينقذ مصر من بعض أبنائها الأغبياء. ننتقل معك أستاذ ثروت إلى ملف آخر عن الصحة، فنقرأ على مكتب الرئيس مبادرة لعلاج 15 مليون مريض بفيروس سي خلال 4 سنوات. منشط آخر نقرأه أيضا في الصفحة الأولى، فهذا الخبر عن علاج سوفالتي وتوفره في الأسواق حاليا، والرئيس في خطابه الشهري الأخير دعا الشركات العالمية إلى تكثيف إنتاجها من عقارات علاج الفيروس. ماذا تحتاج الحكومة ووزارة الصحة لتحقيق هذا الهدف وتوفير العلاج للمواطنين؟ للأسف التداعيات السلبية لما حدث في الفترة الماضية في حكم مبارك من استيراد المبادات الزراعية المسرطنة من إسرائيل أيام يوسف والي وغيره، ويوسف عبد الرحمن التحاكم بتهمة الفساد كرئيس بنك التسليف الزراعي. الحقيقة مصر فيها أكبر نسبة من المصابين بالكبد والفيروسات، وطبعا ده بيأثر على الطاقة الإنتاجية وعلى حياته. والسيد الرئيس
يمكن لما طالب ب يعني ترشيد الدعم ووصول المستحقين، وان الفائض من هذا الدعم يتم توجيهه للبحث العلمي والتعليم والصحة عشان الاستثمار البشري في صحة المصريين. هذا الرجل الحقيقة بل طالب ببعض الشركات ان يحصل تفاوضات ما بين شركات الأدوية المصرية سواء الحكومية او الخاصة في تصنيع هذه الأدوية داخل مصر، وبالفعل انشئ مصنع في شبين الكوم بجوار المعهد القومي لشبين الكوم، والرئيس مهتم ايضا بصحة المواطنين المصريين الفقراء الغلابة. أصل الغني هيعالج نفسه في أمريكا ويسافر، لكن الغلبان اللي بقى في ده عشان عاوز الحقنة وما معوش هنا الجرعة حوالي 2000 جنيه، يعني فنسبة الفقر ده. ولذلك في مشروع آخر اللي هو مشروع مظلة التأمين على الفلاحين والعمال الترحيل والغلابة الغير مؤمن عليهم من غير الموظفين، عدد الموظفين 6 مليون من 90 مليون، بقى طلعها كمان 5 مليون ولا 2 مليون من رجال اللي بيشتغلوا في القطاع الخاص والشركات الكبرى. فيعني الحقيقة في اهتمام من الدولة المصرية بعلاج المصريين في الكبد والسرطان وغيرها، وكان رئيس الوزراء في طنطا الأسبوع اللي فات عشان افتتاح صرح طب هناك حديث لمعالجة السرطان والسرطان. ننتقل إلى موضوع آخر وهو عن السلع والاستعدادات لرمضان، فنطالع من الصفحة 6 للعدد الجديد من جريدة الأهالي: الدولة عندما تريد تفعل خطة شهر رمضان، 114 منفذا وورديتان وسيارات متنقلة. برأيك أستاذ ثروت، في ضوء الارتفاع الحالي لأسعار السلع، هل تكفي هذه الخطوات للتخفيف من معاناة المواطنين في الحصول على السلع؟ الحقيقة الناس أو أغلبية الناس الغلابة والفقراء ومحدود الدخل مصابين بالإحباط، يعني عملوا فكرونا بأيام الرئيس السادات لما قال هنعمل توقيع اتفاقية كامب ديفيد وهيتحقق الرخاء والنماء ولم يحدث شيء، ولما عمل برضه سياسة الانفتاح الاقتصادي سداح مداح وفتحت بورسعيد منطقة حرة استفاد بها المهربين وجم الشواربي وعملوا بيوت وعملوا. الحقيقة أيضا النهاردة أنا بصيت كده يعني للعلم على على يعني مثلا أسعار 160 جنيه عند الجمل المبشور، 130، مين اللي هيشتري ده؟ الناس مش معاه. لكن الحكومة الحقيقة يعني ما يحدث الآن هو تكرار للتجربة اللي كان عملها المرحوم أحمد جويلي وزير التموين لما أحد المحتكرين للسكر حب رفعه لـ7 جنيه فأوقف واستوردت مصر. بعد الدولة، عودة الدولة لضبط الأسعار الاستراتيجية زي الزيت والسكر والأكل والفول والكلام ده، ومحاولة ده هيعمل نوع من التعادلية في الأسعار وتمكينها أيضا توصيلها لمستحقيها، يعني ان انت توزع السلع وازاي تصل. فهذا المشروع الحقيقه بتدعمه القوات المسلحه بالعربيات المتحركه في الاماكن الشعبيه والتجمعات، اعتقد هيقلل من حده الازمه خاصه في شهر رمضان. يتحدث البعض عن فرض اعاده فرض التسعيره الجبريه للسلع الاساسيه، ياريت. كيف ترى ذلك؟ ما هو يا ريت، بس الرقاب يعني، ما هو قضيتنا كلها في ازمه الضمير، ما بقول لك ازمه اخلاقيه. نعمل مين اللي نعمل؟ مرغيف العيش اهو اتعمل المشروع البتاع وبيتاجروا في السوق السود الموضوع الكروت، والبعض الناس بتحطها في جيوبها. هي حط نظام، بس حط اليات لتنفيذه والرقابه عليه. فالرقابه التموينيه زي انبوبه البوتاجاز، انبوبه البوتاجاز المصانع اللي هي 80% في ايد بعض اعضاء الحزب الوطني السابقين، بيحط في تلت الكمية، يعني بيحط 5 كيلو من 12.5 كيلو، فبالتالي الأنبوبة ما بتكملش وتضطر تحصل الأزمة. لكن لو وضعت أسعار تسعيرة جبرية على السلع، ما في كل الدول كده. انت لحضرتك لو رحت السعودية ولا الأردن سعر واحد في القرى وفي المدن وفي الأرياف، يعني لا تتصور، ان كنت في الغردقة انه الأسعار هناك أرخص من القاهرة حتى في حاجات كثيرة يعني. فهي العملية عرض وطلب، فلازم كسرة الانتاج والمتابعة. واعتقد انه المليون فدان ونحن نحد من الاستيراد وتشجيع الانتاج القمح والمنتجات الزراعية، احنا بنسبة كبيرة
من ميزانية الدولة مستوردة أو مخصصة لاستيراد السلع الغذائية والبترولية. تمام. بهذا الخبر والملف عن استعدادات رمضان وجهود الدولة لتوزيع السلع بطرق سهلة وميسرة للمواطنين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة من الأخبار في العدد الجديد من جريدة الأهالي. في نهاية هذه الحلقة نشكر الأستاذ ثروت شلبي الكاتب الصحفي بالجريدة ونائب رئيس تحرير الجريدة. شكرا أستاذ ثروت. شكرا لك، وأنا بشكرك وبهنئ الشعب المصري وكل مسلم في كل الأقطار بقدوم شهر رمضان المبارك، ونجعله نتمنى إن شاء الله أن يكون شهر كريم وأن تهدأ العواصف الإرهابية الإخوانية وأن يعم السلام والأمن والاستقرار حتى تنهض مصر وتعود مصر لدورها القيادي في المنطقة. شكرا وكل عام وحضرتك. عفوا. كل سنة طيب. مشاهدينا شكرا لكم أيضا على حسن متابعتكم، وغدا جولة جديدة في الصحف، وإلى اللقاء.